العدد زاد بالفترة الأخيرة بسبب الأعمال الإرهابية اللي طالت أغلب مناطق البلد، فأكو زيادة بهالفترة. مثلا عندنا حجي قاسم محمد فقد أبناء الأربعة بسبب أعمال الإرهابية وطائفيين، قتلوا واحد ورا الثاني، وكلهم عندهم أبناء، كل واحد عنده مثل طفلين أو 3 أطفال، فاضطر يعوف البيت للأرامل والأطفال ويجي لهنا. عندنا مسنة همين نموذج آخر، حجية سعاد، هم قتل ابنها أمامها، هسه تعاني من حالة زهايمر وخرف مبكر، وهمين جت لهنا. قبل كانت اكو حنية واكو عطف واكو حنان بين الاخ والاخت وبين الاخ والاخ بين الام والابن. هسه الوضع والامور اللي صارت بالبلد شوفها يعني قلة، مو مثل قبل. قبل لا، بالعكس، يعني الاخ اذا يوم ما يشوف اخوه ثاني يوم يشوفه يروح له يسأل عليه. يا ريت ارجع شاب ما سامع هاي الأغنية اللي تقول ليت الشباب يعود يوم، يا ريت. ولو احنا في وقتنا بشبابنا تونسنا وطلعنا بس يا ريت يرجع هسه. كل إنسان يحتاج إلى آخر، بس اللهم لا تجعلنا نحتاج إلى أشرار الخلق. فالإنسان لازم يقول له أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى لهيجة بغير سلاح. إيه، فإذا معناته لازم يعني نكون متماسكين. ثانيا نحاول أن نبث بهم روح الإيمان، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يعني يجب دائما أن نذكرهم أن الله سبحانه وتعالى يحب صلة الرحم، يحب حتى من سأ في العمر، طول العمر. يعني عادة اليوم أنا ضايجة أروح على أخويا كذا، وعادة هذا الكلام الفارغ نحاول، أما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.